فانا مش عايز حضراتكم تقلقوا، اي حد من عايز يعبر عن مشاعر غضب او اي شيء ما عنديش اي مشكله. الجمهور ده دايما فوق راسنا، دايما فوق راسنا، لان هو الاساس في كل شيء. من حقكم ان انتوا تزعلوا، من حقكم ان انتوا تتضايقوا، بس لو سمحت ازعل واتضايق، ولكن اعرف ان انت عندك فريق بطل، اعرف ان انت عندك مجموعه لاعبين هتموت نفسها وهتاكل النجيله الفتره اللي جايه، اعرف ان انت عندك مجموعه لاعبين جابوا لك 6 بطولات او 5 بطولات وتالت عالم من 6 بطولات من شهر ولا من شهر ونص. ف لكل جواد كبوه، وقعنا في مباراه امبارح ما كانش حد. الحقيقه لما تيجي تتكلم عن مباراه امبارح تتكلم عن 2، محمد الشناوي وحسين الشحات، لكن ولا بيتسو موسيماني كان في افضل حالاته، ولا الجهاز الفني كان في افضل حالاته، ولا اللاعبين كانوا في افضل حالاتهم، وهم مقتنعين بهذا الكلام بالمناسبه. وده بدايه الاصلاح والتصحيح اللي انا بقوله لحضراتكم، ده ان انا ابقى مقتنع ان انا الجاكيت ده وحش او التيشيرت ده وحش، فانا ابقى مقتنع ان بدايه الاصلاح ان انا ابقى مقتنع ان انا لابس حاجه وحشه. هم مقتنعين ان هم امبارح يستحقوا الهزيمه، وان هم زعلوا جمهور النادي الاهلي، ويستحق وجمهور النادي الاهلي يستحق منهم الكثير بدايه من يوم السبت. وبالمناسبه ودي ايضا معلومات، معلومات، بيتسو موسيماني حزين جدا جدا فوق ما حضرتك تتخيل، ويعني لاول مره مجموعه الناس اللي بتشوف بيتسو موسيماني بتشوفه هادئ ودايما بيضحك حتى مع اللاعبين، حتى النهارده لا، غاضب جدا وزعلان جدا من الاداء، زعلان من اللاعبين وزعلان من نفسه على اللي اتعمل امبارح، ولكن في النهايه هو المدير الفني وهو المسؤول عن كل ما يخص كبيره او صغيره داخل الفريق، فهو يتحمل المسؤوليه كامله في الفوز وفي الخساره، هو وجهازه الفني. انا بتكلم مدير فني يبقى هو وجهازه الفني. فالحقيقه الراجل مقدر ده تماما تماما تماما، والفتره اللي جايه هو مبسوط بان عندك من بعد يوم السبت ايقاف شويه في بعض اللاعبين هيروحوا المنتخب، ولكن هيبقى عنده مجموعه كبيره من اللاعبين موجودين معاه يقدروا يتمرنوا، يقدر يحفظهم اللي هو عايز يحفظه خلال الفترة اللي جاية، يقدر يوريهم ايه اللي هيحصل، ايه فكره الجديد اللي عايز يعمله، هو عايز يطبق شيء معين هيطبقه خلال الفترة اللي جاية. حاجات كتيرة جدا حضراتكم هتشوفوها هتتغير ابتداء من يوم السبت القادم، من بداية من مباراة امبي ان شاء الله ربنا يكرمنا فيها. انا ما بتكلمش على مكسب وخسارة، مرة تانية، مرة تانية وثالثة ورابعة زي ما حضراتكم عارفين، انا لما بتكلم عن اداء جوه الملعب، لكن مكسب وخساره دي انا مش هقدر اعرف يوم السبت هنكسب ولا هنخسر، ما اقدرش. في الاغلب تاريخيا وكل شيء ان النادي الاهلي هو الاقرب للفوز في هذه المباراه بنسبه 70-30 او 80-20، ولكن في نسبه خساره. لكن لما حضرتك تيجي تبص على المعطيات، لا، المعلومات مره تانية، المعلومات اللي جايه لي من معسكر الفريق ان اللعيبه عينيها بتطلع شرار، عايزه تلعب الماتش بتاع يوم السبت ده باي طريقه، عايزين يوروا الجمهور النادي الاهلي مش قادرين يقولوا ما تزعلوش، هيقولوا لهم من خلال الملعب يوم السبت ان شاء الله ان انا هادي ما عليا، لكن المكسب والخساره دي بتاعت ربنا مش بتاعتي، انا ما اقدرش اقول، لكن انا اادي ما عليا. انا بلعب اسلام مثلا، اسلام شاطر بيلعب باك رايت، اموت نفسي في ناحيه الباك رايت، اروح ارفع اوفرات وارجع ادافع، واروح ارفع اوفرات وارجع ادافع. هو ده اللي هيحصل ان شاء الله يوم السبت القادم، وهتشوفوا تغير في روح الفانيلا الحمراء. الكلمه اللي دايما بتخلي ناس كتيره جدا 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 من اللي حوالينا، او يعني من بعض من لا يشجع النادي الاهلي، بيبقوا زعلانين جدا لما بنقول هذه الكلمه. هتعرفوا الفرق ما بين النادي الاهلي واي نادي اخر ان شاء الله بدايه من المباراه القادمة. ومرة مليون برضو بقول ان انا ما بتكلمش على مكسب وخسارة، انا بتكلم على اداء جوه الملعب. نشوف طاهر ونشوف شريف ونشوف اللي هيلعب، اي حد هيلعب، نشوف قفشه ونشوف حسين الشحات ونشوف سوليا ونشوف ديانج ونشوف فتحي، احمد حمدي فتحي، ونشوف اكرم توفيق ومحمد هاني، ونشوف علي معلول ومحمود وحيد، ونشوف ياسر ابراهيم وبدر بنون وايمن اشرف، من وراهم العظيم محمد الشناوي، كل دول، وليد سليماني، ما حدش عارف مين اللي هيلعب يوم السبت القادم. عندك مجموعه لاعبين او قائمه مدججه بالنجوم، كلهم نجوم،
اي حد هيلعب هيؤدي.